حبيبتي اتأثرتي بمين من المطربين من وانتي صغيرة؟ مين اللي أثر فيكي قوي؟ كتير، مين؟ بس عارفة بقى لما ابتديت استوعب بقى وكده اه اصلا من وانا صغيرة بسمع كتير، من وانا قد كده عيلة صغيرة. بس لما بدأتي تفهمي بقى، بدأتي تنضجي، اه مين بقى؟ وابتديت بقى اخد بالي بقى. آه طبعا كان بالنسبة لي يا لهوي حكيم، بموت فيه بعشقه ولحد وقتنا هذا هو بالنسبة لي مثل اعلى، بحبه جدا. آه كان عامل لي حالة كده غريبة، وكان من وانا صغيرة كان حلم حياتي ان انا ابقى زيه في شهرته وفي نجوميته للعالمية اللي هو وصلها. كان نفسي جدا وصل بالأغنية الشعبية بالظبط للعالمية، للعالمية ده يعني كان بيسافر العالم كله كله ما شاء كله، الله. عمل دويتوهات. ما بالظبط فكرتوش تعملوا دويتو مع بعض؟ والله حصل في مرة واحنا قاعدين كده مع بعض، كنا في اوردر وكنا قاعدين، هو بيحبني قوي وانا بعشقه، بعشق الراجل ده بجد، راجل مجتهد إيه ما شاء الله. بحس عارفة ان انا ايه، طبعا انا ما وصلش طبعا، بس بحس ان احنا شبه بعض في حاجة، ان احنا مع نفسين قوي ومركزين في الشغل وبس. حكيم تسمعيش حاجة عنه خالص غير خالص، شغله؟ مظبوط. غير انت بتسمعوا ايه، اغاني، البومات، شغله، حفلات هنا هنا، لكن اي حاجة لا، مع نفسه جدا، مكبر دماغه، واخد حتة كده مع نفسه. انا بحس ان انا شبهه في الحتة دي طبعا، وانتوا يعني برضو ليا شكلكم عكس الشرف. اغانيكم، يعني زي ما يمكن ما قلت برضو في السوشيال ميديا ان انتوا الاثنين شكلكم مودرن وشكلكم مختلف، مش بقى اللي هو الشكل اللي هو لازم نغني شعبي فلازم نبقى بنغني بالجلابيه. ما بالظبط. عملتوش، انتوا كسرتوا الحاجز ده. لا انا مش، على فكره مش بعيب، بالعكس في ناس بتغني بالجلاليب وناس لا ليها طبعا، ستايل ناس خاص، جميلة يعني عارفه. فتفتكري معايا زمان كان في النجمه الرائعه اللي انا كنت بحبها، طبعا. حسنين ومحمدين، فاطمه عيد. كانت فاطمة عيد، وكان في فنانات كتير طبعا انا ما وعاش عليهم، بس في كان ناس في ناس كتير كانوا رائعة، بيحبهم قوي، وكان وعايدة دلسة، الشاعر، وعايدة وكان الشاعر، في ناس صح. كتير ما شاء الله، مش عايزة افتكر حد بس وانسى حد ما شاء الله، لا احنا كبرنا على الناس دي. صح. بس ممكن حكيم اللي خلى الأغنية الشعبية خلاها مودرن شوية، خلاها شيك كول، عملها كول كول. بالظبط، عملها كول. وعمل لها كذا شكل، عمل أغاني مع ناس مطربين عالميين، صح. عمل مع ناس من أسبانيا، عمل ناس مش عارفة يعني مش عايزة برضو أنسى، ناس كتير ما شاء الله، عمل دوتات كتير جدا وكلها ما شاء الله نجحت. فده اللي كان بيعجبني فيه قوي، ان هو محول شكل الاغنيه الشعبيه، مخليها شيك، مخلي اي طبقه تسمعه وتحبه. ده غير ان هو دمه خفيف وقمر وشيك ما شاء الله، بيلبس محترم. كويس جدا، مخلي الفنان الشعبي شكله حلو، عارفه، شرف شرف. يعني تقولي انا مطربه شعبيه بالظبط من الشكل اللي هو غيره. بالظبط، يعني عارفه كان اللي هو زمان لما انا تقولي على حد متشرفه ان انا زي حكيم، ده شرف ليا ان انا ابقى زي حكيم، طبعا شرف كبير ليا. وطبعا عارفه كل ما بتكبري بقى ذوقك بيختلف شويه، تتحولي.